السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة راها في شاب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطويجين باللحم والسلاوي، ومبروك عواشركم بعدا. الله يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحيحة وراحة البال، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله ليكم ولجميع المسلمين كافة أجمعين. وشكرا على لي لايك اللي كتخليو ليا، والكومنتار الزوين اللي كتخليو ليا هي اللي كتشجعني باش ديما كنعطي الجديد. شكرا لكم بزاف، الله يجازيكم بخير. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطويجين باللحم والسلاوي. بسم الله، عندي كمية ديال اللحم ديال العتروس، كيكون زوين كيكون بنين ودغيا كيطيب. وفي العطرية عندي شوية ديال سكنجبير، وشوية ديال الخرقوم البلدي، وشوية ديال التحميرة، وشوية ديال البزار، وثلاثة الفصوص ديال الثومة، والبصلة عندي جوج بصلات صغار غادي نشلضهم، وعندي واحد الحبة ديال المطيشة شديتها نقيتها وقطعتها طريفات. عندي قزبر ومعدنوس معلقة كبيرة، وعندي واحد شوية ديال الملح، وعندي واحد ربع كاس ديال زيت العود، زيت البلدية، وعندي واحد ثلاثة البطاطات مقطعات، وعندي سلاوي تا هو غادي نشدو ونقشرو ونقطعو طريفات. دابا هاد الطويجين انا غنشدو نطيبو غير في هاد المقيلة، دايرة بحال الطويجين، عندها الغطا ودغيا كطيب مزيان، دايرة بحال شكل الطاجين. دابا ندوزو نشعلو البوطة على هاد المقلة، بسم الله، نديرو زيت العود، نديرو البصلة، غادي نشد نحك واحد ثلاثة فصوص ديال الثومة، عادي ندير اللحم يتشحر مع الثومة والبصلة. عاد نزيد الملحه، الملحه على حساب الذوق، عينك ميزان. شي نص معلقه صغيره هكا ديال الملح درت، دابا نشحروا هاد البصله والثومه مع زيت العود، كيتشحروا مزيان. عاد نزيد اللحم حتى هو يتشحر مزيان، عاد نزيد الخضره. بسم الله، والعطريه غادي نخليها حتى تشحر لي هذا اللحم مزيان مع البصله والثومه وزيت العود، عاد نزيد العطريه.
دابا غادي نحطي عليه واحد 4 دقائق هكاك، عاد نزيد العطريه. ودابا بعد ما خليت 4 دقائق كيتشحروا هاد الحيمات مع البصله والثومه، عطيتي واحد الريحه طالعه، يا سلام على الزينات. ودابا غادي نزيد العطريه، نزيد التحميره، البزار، سكين كبير، خرقوم بلدي، غادي نزيد القزبر ومعدنوس حتى هما. وغادي نزيد مطيشه، حد السلاويه، حتى ديك السلاوي كتبغي مطيشه باش كتجي ديك المريقه خاطره وملبيه. دابا غادي نقص عليها البوطه ونخليها تتشحر مزيان على ما دابت هذيك ما طيشه. وانا معاكم، وكما كتشوفوا هي هذيك ما طيشه دابت. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، جات على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد شويه ديال الماء، جهد 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه. صافي، ونغطيه ونقص عليه البوطه ونخليه يطيب، ونتلاقاو بعد قليل. وكما كتشوفوا هاي السلاوي شديتها قطعتها طريفات بحال هكا، هي وبطاطا. وسمحوا لي قبيله ما قلتش لكم عندي الزيتون، تا هو غادي نديرو في المرقه. وعندي واحد، غادي نشد واحد نص حامضه مرقده، هذا هو الحامض اللي رقدت ديك المره 15 يوم دابا باش صايبتو. عرفتي جا على مزينات وجا زوين. جا على هاد الشكل هذا، جا غزال تبارك الله، وعارفه شنو صايبتي فيه، وكيجي غزال. ها جربوه ما تندموش، الله العظيم الا كيجي على مزينات. ونمشيو دابا نديرو هاد الخضره على اللحم، ونتلاقاو بعد قليل. وكما كتشوفوا بعد ما خلينا اللحم طاب نص طيبه، دابا غادي نشدو نديرو بسم الله، نديرو السلاوي. ودابا غادي ندير هذاك الزيتون من الفوق بحال هكا. ندير هاد الحامض مصير، كما كتشوفوا بعد ما درت الخضيره ودرت عليها الزيتون والحامض، دابا ما غادي نزيد لا بلول لا والو، غادي نشدها نغطيها ونقص عليها البوطه، ونتلاقاو بعد قليل. وكما كتشوفوا هذا الشكل النهائي ديال الطويجين، ها هو طاب، جا على هذا الشكل هذا، جات المريقه خاطره وزوينه وطيب. ايوا كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، وديروا لي لايك سبسكرايب باش يوصلكم ديما الجديد. يلا خليتكم في امان الله وحفظه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.